السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم دونزي نوفيل فيديو في لاشين ديالنا في لاموغوز دي زاد. في لا فيديو اللي فاتت تالي فيزو كنت وريت لكم كامل الفيزوات اللي عندي وكيفاش نسقتهم سواء مع لي شيميز لي ليكات ولا اي حاجه واحده اخرى. لا فيديو تاع اليوم راح نوري لكم فيها لي بيجاما فيزو اللي عندي، يعني اللي شريتهم كامل كيف كيف اونسومبل. ما عليكم غير تبعوا هاد لا فيديو حتى للاخر باسكو فيه نصائح عطيتهم لكم وفي نفس الوقت رفضوا افكار على لي موديل اللي رايحه نوريهم لكم. لاول مره تدخل قناتي نقول لك ديري لي ابوني وفعلي الجرس باش يلحقك اشعار في كل مره نحط فيه فيديو. ودوكا ديروا لي جامع الفيديو ونبداو لا فيديو على بركه الله. اول بيجامه حبيت نوريها لكم هي هذه. علاش؟ باسكو هي الاولى كامل اللي بديت بها جهازي. كي شريتها كنت مازال ما تخططتش كامل. كما راكم تشوفوا هذه ستيل سبورتيف. علاش خيرتها هكذا؟ وهذه هي نصيحتي لكم كي تكونوا تشرو في البيجامه ديالكم، ما تشروش وخلاص بعدا تلقاو روحكم مازلتوا الدورو في نفس الستيل. لا بدلو. اذا ما ماركيتو انا في الفيديو الولد تاعي لي بيجامه كامل كانوا انثويين، كانوا تاع ساتان افلور بوبونات. تما كي لحقت لي بيجامه فيزو اللي عندي لقيتهم بلي ستيل واحد اخر مبدل كامل، وهو هاد ستيل سبورتيف تاع نايك. هذا هو البيل ديالها. هادي نورمالمون شريتها 150 ألف. عندي بزاف ملي شريتها، سي بوغ سا نسيت شويه. شريتها من عند الياس لي في القواس تاع صحة الشهداء. وهذا هو الفيزو ديالها، جاي في النوار، في هاد لي كوردون في البلون، والكتيبه هادي تاع نايك. والحاجه الشابه فيه كامل انه اشوفي في لبستو يجي بزاف شباب، ما يجيش هابط حتى لتحت. ودوك انا راح لكم لهذا الموديل، هاد البيجاما في البلو وفيها الغاز تاع ميكي ماوس. هاد البول ديالها بزاف سبيسيال في لبستو باسكو جاي ما طويل ما قصير، ومن تحتها كامل في هاد البوندو. هادي في لبستها كيفاش تجي مع الفيزو، تجي مزيره على الفيزو وزايده فيها النص. هذا هو الفيزو ديالها، في هذاك الديسا تاع ميكي ماوس. ومن تحتها كامل في هذا البوندو في الغاز. وهكذا كتكوني تخدمي في الشغل البنطلون تاعك ولا الفيزو ما يتشمخش في الماء. هكذا قلبت لكم من القدام باش تشوفوا بلي سامبل. وهذا الديسا راهو من اللور ماشي من القدام. هذه كنت شريتها من المارشي تاع براقي ب 80 ألف. عندي بزاف ملي شريتها، مي كيما على بالكم هذا العام راهي لامود تاع ميكي ماوس. انا ما نتبعش لامود مي راني طحت فيها. فوالا حبوباتي. ولي سكنوا قراب البراقي راني درت لكم جوله في محلات ابو شعيب، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ودوكا نوري لكم هاد ثوازيام موديل تاع ايدن بارك. الكاميرا تاع التليفون راهي شويه غاشتكم في لاكولور، راهي تبان شايني مي هي جايه فونسي. فوالا برسك هكذا كيما قربت لكم، جايه رايحه شويه للغونه، مكتوب فيها ايدن بارك وفيها هذاك البابيون. هادي كنت شريتها تانيك من عند الياس تاع صحة الشهداء، لو ميم بري جو بونس 150 ألف. وهاوليك الفيزو ديالها. هادي جايه كيوت كثر من الاولى. الاولى جايه 100% سبورتيف، هادي شوي تحسوها انثويه باسكو فيها هذا البابيون. شوفوا لا كولور شويه طلقت لي تاع البنطلون على هذاك الانو، بصح معليش ماهيش تبان بزاف. وجاي اشوفي هاد البيجاما في لبستها فريمون تحفه. ومالغريتو جايه برسك نفس الفصاله مع الاولى كامل اللي وريتها لكم تاع نايك، مي في لبستها جايه ديفيرون عليه باسكو بلي ولا بليسي جو سي با واش يقولوا. دوك نوري لكم، نقرب لكم بالكاميرا، جيسبر راه يبان لكم النوار جاي شويه فونسي تما ما يبينش لي ديتاي. مي جايه فيها هذوك الطبقات، كي تلبسيها تجي بزاف شابه الفوق، وفيها ثاني كلم كاتب. اودو كان وريلكم هذا الموديل اللي شريتو موان شاغ، البري ديالو هايل. هذا هو الفيزو ديالو بالبلو نوي، وفيه هذاك زيكزاك في البلون. والبيستي ديالو ولا البيل ديالو جاي العكس، بلون وزيكزاك بالبلو نوي. وفيها هاد الانو اللي راه مكرفص شويه ولا بزاف. هذا كنت شريته من مارشي تاع باب الرحبه. هذه الطابله داخل المارشي،
وكانوا يحسبوا فيهم 35,000، وكانوا كاينين تا 30,000 لي جايين بروتال، ولي موتيف كانوا كاينين كامل ماشي غير هذا، هكذا زيكزاك افلور غوتشي كانوا كاينين كامل، وعندكم لو شوا تخيروا. حبوا باتي المارشي تاع باب الرحبه جاي في لاجونس القديمه تاع ولايه البليده، هادي اللي ما يعرفوش. وننصحكم اي وحده تجهز تروح تزورو، باسكو تلاقيت تما بواحد لي زوكازيون من ذاك واحد لي بري بزاف بزاف هايلين. وكي ترو ماركيو بين لي فيزو لي درت لهم التنسيقات هما بهاد لي بيجاما فيزو، وراهم مختلفين ماشي نفسهم. شوفوا هاد الفيزوات خيرت انهم يكونوا تاع لي موتيف، يعني حاجه زيكزاك افلور غوتشي. وهذا دوزيام موديل من لو ميم ستيل، هذا هو الفيزو ديالها جاي في الكرونا وفيها لو سين تاع غوتشي. هاوليك القماش ديالو ماما يبان لكم، وهذا هو البيستي ديالو، في هاد لي فلور جاي اغيور شويه، وفيه الكورونا توجو. هادي بزاف كيوت حبوباتي، ولي كنت شريتها كيف كيف بتخون ساميل من عند نفس اللي يبيع في المارشي تاع باب الرحبة. البنات اللي مازال ما شافتش لا فيديو تاع لي فيزو اللي عندي وكيفاش نسقتهم، راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، وما تنساوش تخلوا لي جمال على فيديو قبل ما نكمل لكم، وديروا لي ابوني في الانستغرام ديالي، خليت لكم رابط الحساب تاعي تاع الانستغرام في صندوق الوصف. ودوكا نروح لكم الموديل واحد اخر، وهو هذا الموديل نفسه اللي وريت لكم الاول كامل، مي في لون واحد اخر، هاد لا كولور في الفير بالنوار تاع نايك. شوفوا نايك هادي واش صرا لها، طلق لي البنطالون شويه عليها، مي سي با غراف حبوباتي. هذه غلطه قلت لكم ما ديروهاش انكم تجيبوا لو ميم موديل في زوج الوان، بصح انا درت هذه الغلطه قبل ما نتخطب، ولو كان يرجع الوقت ما نعاودهاش، ماذا بيا يمكن نبدل لا كولور ونبدل الموديل، ماشي نجيبهم هكذا. وبالنسبه للفيديو اللي فات تاع لي فيزو، كنت نسيت ما وريت لكمش هذا الفيزو، هذا واحد من لي ستيل اللي حبيتكم تشرو يا لو كان واحد منه، راهو يبان لكم بونطالون تاع جينز، مي هو ماشي جينز، هذا قماش جاي هكا وجاي الاستيكي، هاوليك كيفاش داير. وفي لبستو بزاف شباب، على بالكم كيفاش يتفصل على اللحام وكيفاش يبين لكم العطاية روعه. هذاك الجبرام ديسيني ماشي تاع صح، وفيه هذوك لي دو تري. ودوكا حبيت نشكر متتبعاتي الوفيات انس كمال المرا وسختو نينا مينوشا اللي جاوبوا على لا كيسيون تاعي تاع لا فيديو اللي فات. ودوكا تهلاو في روحتكم، سلام.